راس الماء بتهمة تزييف نسخة من البطاقة الوطنية. تحكمت بأربعة ديال الأحكام، يعني اللي هما 3 سنين و10 شهور، دوزت منها 2 عام و5 شهور وخرجت نهار 25/4/2019. قبل ما نخرج كان وقع لي واحد المشكل اللي هو كبير. كنت دخلت في واحد الإضراب على الطاعة بسبب كان نبغيو نهضروا في التليفون من الخميس للخميس. عطاتنا المندوبية العامة واحد النهار في السيمانة كنهضروا 5 دقائق مع العائلة ديالنا، واحد الموظف هو المشرف على التليفون كيبقى يخسر الهضرة. ملي كنكونوا حنا كنهضروا مع العائلة ديالنا ولادنا كيجيب العاني كيخسر الهضرة. هاد العملية تخسر الهضرة كيتكرر ديما فوق ما بغينا نهضروا مع العائلة ديالنا. واحد النهار واحد الخميس قررت باش نهضر مع هذا الموظف هذا. هضرت معاه قلت له الشاف الله يرحم والديك الله يجازيك بخير، ملي نكونوا كنهضروا مع العائلات ديالنا ما تبقاش خسر الهضره. هذا الشيء راه ما يعني ما خدامش، هذه الطريقه ما زويناش. هو ما رضاش، حيد لي لاباري من يدي، طيح لي الهضره، قال لي سير بحالك لبلاصتك، وقال لي غادي نمنعوك ما باقيش تهضر في هذا التليفون. مشيت لبلاصتي منعوني من التليفون، ما بقيتش كنهضر. الخميس من بعد اللي جايه قررت باش غادي ندخل في واحد الاضراب على الطعام. جي وصلتني النوبه، جيت باش نهضر ما خلاونيش، كتبت اضراب على الطعام، دفعته لهذا الموظف هذا اللي المشرف على التليفون، داني الاداره باش يخبرهم تفاوضوا معايا ما بغيتش نتنازل على الاضراب. خبروا المدير هي ما يتفاوض معايا ما بغيتش نتنازل على الاضراب. قال لهم وزنوه، شوفوا له الوزن ديالو والضغط وديوه للكاشو. وزنوني وداوني للكاشو نهار 13/9/2018. من ذاك النهار وانا كنتعرض للتعذيب الجسدي واللفظي بتخسار الهضرة والضرب والسبان والكلام الفاحش من طرف الموظفين. نهار 2/17/2018 جاو عندي الموظفين طلبوا مني باش نتنازل، تفاوضوا معايا ما بغيتش. مشاو بحالهم مع بين المغرب والعشاء، يعني قبل العشاء بربع ساعة. كنت انا كنتوضى باش نصلي العشاء، كنت في المرحاض الداخل، جاو دخلوا عليا 7 ديال الموظفين قالوا لي خرج. قلت لهم عين تودا، قالوا لي خرج. طيحوا لي الهضره، سبوني، قالوا لي ولا غندخلوا نخرجوك بالقوه. خرج بالزربه، خرج بالخرجه، بداو عليا بالضرب وكيزدموا عليا، ضربوني للراس ديالي، ضربوني للفم ديالي، هرسوا لي السنان، ضربوني للصدر، شي حاجه عندي مهرسه لداخل ديال الصدر ديالي، ضربوني الكرش الجهه التناسلي ديالي، ضربوني الظهر ديالي. قلت لهم راه ملي غندوز الحبس ان شاء الله ونخرج راه غادي نقيد بكم دعوه. هي هذيك شدوني من طوني مع البياص، داروا لي يدي من تحت البياص، البياص ديال المصحه، حيدوا لي الشورت والمايو. واحد الموظف بسجل راس الماء عطاهم الاوامر، قال لهم غتجيبوا لي جوج ديال، جيبوا لي واحد الكراطه ديال واحد العصا ديال الكراطه. مشاو كيقلبوا جابوا لي واحد العصا، قال لهم هذه رقيقه ديو، جيبوا لي واحده غليظه. مشاو تقريبا شي 5 دقائق جابوا له واحده اخرى، هرس منها تقريبا واحد 40 سنتيم. اغتصبوني بها رئيس المركز والممرض واحد الموظف اخر ما عرفش شنو السميه ديالو، والموظف الرابع هذاك غير منطني معاهم وكتفني معاهم وليني ما قامش بالاغتصاب. المهم بديت كنغوت كنقاوم والو. وقع نزيف، منين وقع نزيف تخلعوا دوك الموظفين اللي ما قاسونيش، قالوا لي انت كتحمل المسؤوليه، احنا ماشي شغلنا في هادشي، تحمل المسؤوليه ديال هادشي هذا. مشى داك الممرض كيجري، جاب واحد الكاس ديال الماء، دار فيه واحد 3 القطرات ما عرفش ديالاش شي سيرو ولا ما نعرف.
واحد الكينة صغيرة دوبها وشربوا لي بالقوة داك داك الماء. تقريبا واحد ثلث ساعة تقال عليا راسي، ما بقيتش كنقدر نتحرك كاع، انا مينط وما كنقدرش نتحرك. جابوا لي 5 ديال الوثائق، بصموني بالقوة، بصموني بالقوة، ما عرفش شنو في دوك الوثائق. منين سالوا من الجريمة ديالهم، شدوا السوفيطمات ديالي والكاشة، واحد الكاشة رقيقة كلها مسخة مغبرة، فيها القمل، فيها مكرفصة، مسحوا لي بها الآثار ديال الجريمة. ملطوا لي الرجلين ديالي، فرقوهم، رجل في اليمين ورجل في اليسار، منطوني حتى لغد لي في الصباح.